ما بين عدن ولحج، تتنقل الجماعات الإرهابية بحثا عن أي ثغرة لتنفيذ عملياتها التي تستهدف من خلالها الأجهزة الأمنية منذ تحرير المحافظتين من سيطرة الميليشيا. والحديث يحتدم عن وجود مخططات تستهدف إفشال مهمة الأجهزة الأمنية، ولا يكاد يمر أسبوع دون وقوع هجمات جديدة، لعل آخرها الهجمات التي وقعت في مدينة الحبيلين بمحافظة لحج. الهجوم في الحبيلين استهدف أحد معسكرات الجيش بسيارتين مفخختين، ما أدى إلى مقتل 4 من أفراد الجيش، وسارع تنظيم القاعدة على الفور إلى تبني العملية. تحديات كبيرة تواجهها السلطات المحلية والأمنية في محافظتين التي تبدو حتى الآن عاجزة عن الخلاص من تهديدات الجماعات المتطرفة التي تقود حملات منظمة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المدن الواقعة تحت سلطة الشرعية، وهو ما تسعى الميليشيا لاستغلاله والترويج له.